الربع انا ابغى اسئله تحشيريه. طيب قبل هذا كله زايد بطلب طلب من صوتك. من صوتك؟ نعم من صوته. لبيه بصوت يا جماعه طلعوا لبسوها صفايح حفظها ولا لا؟ يا جماعه بكتبها بشكل يا جماعة ضلوا لبسوها عشرة كيف أغني صفايح؟ عبد الله الراقي طبطت لك الحين قضيتين. يقول أبو ملهي أسلم يا جماعة ضلوا لبسوها صفايح تقضب القلب لبشر لا يفاخت ضلوعي واسعفوني بدكتور يداوي الجرايح اسعفوني بمن بارد وصبر اسبوعي لين يجبر عزا قلب يعافى النصايح كسب لي شقى دنيا وشخص قطوعي. سلامتكم. سلامتك. الله يسلمك ان شاء الله. عندي سؤال بس الشيله هذه جديده ولا قديمه؟ قديمه. هذه سامر يا صادق. هذه الحين اظني ما بجي. انا اذكر عمل في مسلسل بدوي قديم.